بتسأل نفسك ليه بيكرروا نفس اللي عملوه وبيعملوه معاك؟ ليهم حق يخلوك تعيش تاني وتالت وعاشر نفس الوجع؟ مش انت اللي كل ما تقرر تصون نفسك منهم وتهرب بيك عنهم من تاني ترجع؟ خلاص هيفضلوا يضغطوا عليك نفسيا، يلعبوا بمشاعرك ويبتزوك عاطفيا، يستغلوا أصلك ويحملوك أكتر من طاقتك فعليا، هيشغلوا بالك ويشتتوا أفكارك ويوقفوا حياتك حرفيا. طول ما هم واثقين إنك بعد كل اللي بيعملوه معاك هترجع لهم، وطول ما أنت مش مقرر حتى الآن إنك تفاجئهم، فاجئهم ولو مرة واحدة، مرة واحدة وما ترجعش من تاني وسطهم. فاجئهم بقرارك انك قررت تصون نفسك عن اساءتهم، انك قررت ترحم حالك من تصرفاتهم، انك قررت تعيش احسن بعيد عنهم، وفاجئ نفسك بحقيقه انك غلطان قبل غلطهم. غلطك في حقك انك بكل ده سمحت لهم، مهما كانوا قريبين منك او ليك كل ده ما كانش من حقهم. القريب منك فعلا هو اللي بيراعي خاطرك، القريب منك اصلا هو اللي تهمه مصلحتك، لكن اللي كان عايش يستغلك ده همه نفسه مش نفسك، همه بس اللي كان عايزه منك ولو ضاع قصاده عمرك. وعشان كده ارجوك من فضلك في ظل ما هم متعودين بعد كل أزمة على الرجوع منك، فاجئهم انك مش راجع وانك قررت تكون نفسك. ما تكونش رضاهم اللي مش هيحصل عنك، ما تكونش حبك ليهم اللي مش هيتردلك، ما تكونش طلباتهم اللي مش هتخلص منك، ما تكونش راحتهم على حساب تعبك، انما تكون انت بكل ما فيك صاين نفسك عنهم، كافي نفسك شرهم وخيرهم. وبكده هتكون عايش احسن حياة، لما تكون عايش فعلا بعقل واعي ونفس راقية وسطهم في رحلة الحياة. يا اخي خليك صاين نفسك ولو مرة واحدة وفاجئهم، واشوفك بعدها بكل خير.